فلسطين، حيث قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن 65 ألفا من الفلسطينيين من مشردي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع ما زالوا نازحين عن منازلهم. وقالت الوكالة في بيان لها إنه عندما توقفت الأعمال العدائية لم يتمكن 100 ألف من العودة لمنازلهم التي تعرضت للتدمير الكلي أو للأضرار البالغة. وبعد مرور عامين ما زال 65 ألف شخص نازحين عن منازلهم. معي للوقوف على هذه الأرقام حقيقة للفلسطينيين الذين ما زالوا دون منزل بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار أدهم أبو سلمية. نرحب بك سيد أدهم أبو سلمية في هذه الحلقة من حقوق الناس. وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تعرض أرقام عن عدد الفلسطينيين المشردين بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. برأيك هل هذه الأرقام تتطابق مع واقع الحال للفلسطينيين الذين ما زالوا دون منازل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هذه الأرقام التي ذكرتها الأونروا هي أرقام دقيقة 100%. نحن نتحدث عن عامين على انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014، وحتى هذه اللحظة ما تم إعادة إعماره من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كلي في قطاع غزة خلال الحرب لم يتجاوز 30%، 27% فقط هو الذي تم إعادة إعماره. 3000 وحدة سكنية من أصل 11000 دمرت بشكل كلي في الحرب، نتج عنها نزوح 100 ألف مواطن منذ اللحظة الأولى داخل قطاع غزة. هؤلاء المواطنين تفرقوا ما بين البيوت المستأجرة أو الكرفانات أو الخيام. وهذا ربما هو السبب بأن نسبة 35% فقط من الأشخاص الذين نزحوا بعد العدوان الأخير على غزة تمكنوا من العودة إلى منازلهم. السبب في ذلك هي حركة الإعمار البطيئة الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض. الاحتلال يفرض قيود مشددة على دخول مواد الإعمار إلى قطاع غزة، 5000 صنف معظمها تتعلق بمواد الإعمار والإنشاءات الاحتلال يمنع إدخالها إلى القطاع منذ الحرب وما قبل الحرب على قطاع غزة، وهو يعتبرها من ضمن المواد التي تحمل استخداما مزدوج رغم كل التأكيدات والتقارير الرسمية التي صدرت. يعني صدر عن الأمم المتحدة تقريرا أكد فيه أن عملية إدخال مواد الإعمار وتحديدا مادة الإسمنت تدخل بشكل مهني ولا يوجد أي خرق في هذا الاتجاه، ورغم ذلك الاحتلال يقلص. يعني بدأنا بعد الحرب بإدخال 140 شاحنة من الإسمنت إلى قطاع غزة وكنا نقول أن ذلك لا يكفي، الاحتلال الإسرائيلي قلصها تدريجيا لتصل اليوم إلى 70 شاحنة فقط من الإسمنت. هذه لا تستطيع سد العجز الموجود في قطاع غزة والاحتياج الكبير لعملية إعادة الإعمار، لأن نحن نتكلم عن بيوت دمرت بشكل كلي، نتكلم عن 150 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كبير، نتكلم عن بنية تحتية. الأونروا تعرض أرقام أكبر من ذلك، حتى هي تتحدث عن الوحدات المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة و 12 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، وهناك أيضا 6600 وحدة غير صالحة للسكن. نعم، هذه الأرقام كما قلت لك هي أرقام فعلا دقيقة التي تتحدث عنها الأونروا، وهذه الأرقام عندما نتحدث عن ما تحتاجه من مواد إعمار كان الحديث عن 2 مليون طن من الإسمنت نحتاج إلى إدخالها إلى قطاع غزة حتى يتم إعادة الإعمار. اليوم ما يدخل فقط إلى قطاع غزة ما يقرب من 2000 طن في اليوم الواحد، يعني 2000 طن كم عام نحتاج حتى ندخل 2 مليون طن؟ يعني نحتاج إلى 10 سنوات. هذا الخطورة الحقيقية في هذه المسألة، وللأسف الشديد الأمم المتحدة شريك في جزء من هذه المعاناة. عندما وضع روبرت سيري منسق الأمم المتحدة خطته لإعادة الإعمار قلنا لهم منذ اللحظة الأولى أن هذه الخطة لا تخدم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وأن استمرار الإجراءات الإسرائيلية وفرض إجراءات وقيود على مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها هو مخالف لكل أشكال القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والأعراف الدولية، وأن ما يحدث هو ترسيخ للعقاب الجماعي المرفوض وفقا لاتفاقية جنيف بالمادة 33، وأن الأمم المتحدة إنما تشرعن اليوم هذا الحصار الإسرائيلي. أنت تتحدث عن هذه الأرقام التي يعني خلفها الحرب الإسرائيلية
الإسرائيلية، ولكن أيضا تتحدث عن أرقام أكثر خطورة. نحن قطاع غزة يحتاج إلى 135 ألف وحدة سكنية إضافية للشباب حتى نتمكن من تسكين الشباب الذين يقبلون على الزواج ولا يجدون وحدات سكنية. وبالتالي هذا الرقم الكبير والهائل اليوم يصطدم بواقع وإجراءات إسرائيلية على الأرض تفرض علينا قيودا مشددة تجعل عملية إعادة الإعمار. طيب، ولكن أدهم ماذا عن الدول المانحة التي تخلفت عن الإيفاء بتعهداتها المالية حيال إعادة الإعمار؟ ألا تتحمل أيضا قسطا في التقصير إزاء هذه الأزمة الإنسانية المستمرة؟ بلا أدنى شك الدول المانحة تتحمل، أولا تتحمل مسؤولية استمرار هذا الحصار على قطاع غزة، وتتحمل مسؤولية عدم الوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون، ثم بعد ذلك تتحمل مسؤولية في عدم إدخال أموال المانحين إلى قطاع غزة، وهي بالمناسبة تتذرع بالإجراءات الإسرائيلية. يعني هي تضع الإجراءات الإسرائيلية شماعة لعرقلة جهودها في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. هناك أموال مرصودة بالمناسبة لكثير من المشاريع في قطاع غزة، لكن هذه الأموال المرصودة لا يمكن أن تنفذ لأنه لا توجد لديها مواد إعمار. وهناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، القضية لا تتوقف أنه والله هناك 65 ألف اليوم مشردين عن بيوتهم، هناك موضوع أخطر من ذلك. عدم دخول مواد الإعمار يتعلق بحوالي 40 مهنة في قطاع غزة مرتبطة ارتباطا مباشرا، ينتج عنها حوالي 150 ألف عاطلين عن العمل اليوم بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا. لو دخلت مواد الإعمار ستتحرك عجلة الاقتصاد، وبالتالي ستنخفض نسبة البطالة الأعلى على مستوى العالم في فلسطين. اليوم نتكلم عن 45% نسبة البطالة بين السكان سببها هذه الإجراءات الإسرائيلية. وبالتالي نحن أمام منظومة معقدة ومركبة في خلاصتها تحاول أن تحاصر البشر والحجر في قطاع غزة، وينتج عنها 150 ألف من العاطلين عن العمل، وينتج عنها كما قالت الأمم المتحدة والأونروا اليوم 65 ألف من المهجرين من بيوتهم داخل قطاع غزة. المتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار أدهم أبو سلمية، شكرا جزيلا لك.